والآن جاء موعد الأخبار الاقتصادية. وقفة مع الزميلة ميرفت المليبي. شكرا فاطمة، شكرا ياسر، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد. أكد وزير البترول طارق الملا أن المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات تهدف إلى استيعاب الزيادة في إنتاج كميات الغاز في شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة في نقل الغاز بالشبكة، وذلك باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه. وأوضح الملا أن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز في ظل التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية، وكذلك مبادرة التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات. ذكر جهاز التمثيل التجاري أن جهود المكتب التجاري المصري في برلين قد أسهمت في قيام الشركات المصرية المشاركة في فعاليات الدورة 29 لمعرض فروت لوجستيكا بإبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو. ويعتبر المعرض من أهم معارض في مجال الحاصلات الزراعية، ليس فقط على مستوى السوق الألمانية وإنما على مستوى العالم، حيث يشمل منتجات الخضر والفاكهة الطازجة والخضروات والفاكهة المجففة وتكنولوجيا تكنولوجيا التعبئة والتغليف والنقل والخدمات اللوجستية. تراجعت أسعار النفط بسبب عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، على مخاوف من تعطل محتمل الإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على النفط الخام الروسية. وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتسجل 106 دولارات للبرميل. والخام الأمريكية أيضا تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1% ليصل إلى 103 دولارات للبرميل. أكدت منظمة أوبك أن ارتفاع الإنتاج النفطي في أبريل قد جاء أقل من الزيادة المقررة، وذلك بموجب اتفاق مع حلفاء المنظمة، إذ بددت الانخفاضات في ليبيا ونيجيريا تأثير زيادة الإمدادات من جانب السعودية وغيرها من كبار المنتجين. وقد أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك أنها ضخت نحو 28 مليون و 580 ألف برميل يوميا في أبريل، وذلك بزيادة تصل إلى 40 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق وأقل من 254 ألف برميل يوميا والمنصوص عليها في اتفاق الإمدادات. نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لفاطمة وياسر إليكم. شكرا زميلة ميرفت المليجي على هذه الوقفة الاقتصادية.